المحافظ الأملس يواجه مجموعة كبيرة من التحديات، أبرزها توفير الخدمات الأساسية والانتفاع الكامل من الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الصديقة والمحبة لليمن، وإمكانية خلق استدامة لهذه الخدمات. المواطن في العاصمة المقطعة عدن يعاني الأمرين منذ بداية الصراع ما بين أجنحة الشرعية إلى حين التنفيذ الأولي لاتفاق الرياض، لذا يواجه الأملس مجموعة كبيرة من التحديات بالإضافة إلى الخدمات الأساسية. هناك التحديات الأمنية وضرورة مباشرة عمل مدير الأمن المعين الجديد إلى عمله والقيام بالتنسيق الكامل ما بين جناح التنمية وأيضا بسط الأمن، خصوصا وأن العاصمة المؤقتة عدن مستهدفة من قبل ميليشيات طهران في اليمن وجماعة الحوثي على وجه الخصوص، لأنها تمثل رمزية الانتصار الأول على المشروع الإيراني في المنطقة العربية وليس في اليمن فقط.